سمحتي أذك سيغجن إجن الآية معروفة تسرمى ستاس هي آيات الصيام. آيات الصيام أغاسنت بالدغ واجبوا أبدين الأحكام وريا بالدين نشنحشت، وإنما أقف عند بعض أسرار هذه الآيات. الآيات نذين رب سبحانه وتعالى في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، حفص فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، أن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. الآيات هنا آيات الصيام ليس نتشن الأسرار ليس نتشن نتمسرينا غاس نتنبدي إن شاء الله تعالى. يمكن وضعنا تقدموا الوقت نهارات نكمل الحصة إذي قوان إن كتب الله اللقاء والبقاء. فباش تفضوا الطويل غشية التص ربي سبحانه وتعالى يترغى يا نغد نشين مارة يترغى أهل الإيمان أغيقاب بالزيسن: يا أيها الذين آمنوا. والخطاب ونيتا الخطاب وجوي يوذان زي الطاف، لا لا لا، الخطاب المؤمنين وإلا يوذان زي الطاف تغيترغى يسن ربي سبحانه وتعالى: يا أيها الناس. زقمت سلبي عثان النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن بعث في مكة ذرب سبحانه وتعالى يتخطب يوذنس: يا أيها الناس. حتى تفذ أول أمر ذي القرآن خمد غذب ذي الفاتحة البقرة تمنام زواء تكمل تمنام زواء ثوذ فدي تمن وستناين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. أتفذ أول أمر ذي القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلق. يا أيها الناس، يا أيها الناس تنتا تخطب زي صدار بيوذان مرة. أما المؤمنين زقمي هاجا النبي صلى الله عليه وسلم زي مكاغ المدينة يقى المجتمع المسلم يقى الدولة الإسلام يبدأ الخطاب يسيغي الخطاب: يا أيها الناس. لأن قال المدينة ديس المنافقين ديس اليهود ديس النواجين دي مسلمين، ولكن يماني ديجن النداء النظمين يعني: يا أيها الذين آمنوا. يا أيها الذين آمنوا ذي عشا سنين، ذي عشا سنين يكى النبي صلى الله عليه وسلم ذي المدينة 89 مرة اتوسى ذي القرآن: يا أيها الناس. زي البعثة أرمي موث نبي صلى الله عليه وسلم 23 سنة توسد 20 يموان ذي القرآن. فبشت سندي الله ربي سبحانه وتعالى يهتم بأهل الإيمان فيخس أهل الإيمان يهتم من سمن الساطن ربي سبحانه وتعالى فيترغي ينغتذر بقران: يا أيها الذين آمنوا. ذا صدر بوذان وإنشاء قل يا أيها الذين آمنوا. لبعض الآيات تفذ مثلا صدر بقر: قل يا أيها الذين هادوا، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا. قل ثاني لا واتفذبوا يا أيها الذين آمنوا وذي استفذبوا قل تفذ ربدا يا أيها الذين آمنوا ما يمي صدر بويقيبوا الوسيط جارا غداكيس يقارن صدر بمني ليكم نش تراغي غوند مباشرة بدون واسطة. يا أيها الذين آمنوا ما يمي غصدر بيناش باش تحسم سويدو عندي تراغان باش تسلمو ذو عندي تراغان وذين بالواسطة باش تسلم عظام المنادي خمي غنقى عظام المنادي يعني كخمني غسر غصدر بقر يا أيها الذين آمنوا. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه ومثل سقسوني الناس والصي يعهد إلي الناس إن استطعت أن تكون المحدث خمي غتقاض القرآن أي آية في الدس يا أيها الذين آمنوا نغشان الأمر نغشان النهي وحسب شيء لا صدار بقت ويسورك للصحابة ويسورك النذرة لا 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 كوري جنزة ومقى القرآن قرأ عبد الله بن مسعود خمي غيسر يا أيها الذين آمنوا هذه السنة لقى صدار بيسورك سنتا نتا كوري جنزة نغشين السور القرآن السور كي نغشين كوري جنزة. لذلك وانت قبل مش لو اني غادي حتى عند المسجد دي نهار الجمعه نغدي انت هذه فكوري جني قارس او هي مش داس يخدمنا او هي من داس يقا نهار مره وتو غادي ني قايم مش داس يقا نهار وجبو مش دان غيقا وجبو مش ديقا وجما السند قامين دينا مريت لا 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 كوري جن زين غير السنه غا ونغني ارغف غا ونقا تفض الخطيب ني نغد الواعظ ني نغد الداعيه ني ضابط غير السوار كي بيلان وراه السنوك تو غير السوار قعد. فلذلك تفض
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أرضيه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا زد فأرعها سمعك. أزم سيم الزغن نشمليح سحذاد رعقر نشمليح هازم ذور نشمليح تبث ذيخف نشمليح توقظ ذيخف نشمليح ما يمي إنش فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. قواني يا أيها الذين آمنوا إيش تزيثنين يما شان رخاي تمارا نغزي السيدار بيخصدنك تزمع يا إما شان حش تعفن تنهايا نخص السيدار بيخصدنك أبس نبعاد نهائيا وجبوا ذي سبوا تزمع ذي النهي. الأمر اتقوا الله ما استطعتم. أما النهي لا 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 أفرينا ذكي جمع. فلذلك أيها الأحباب من تفرب سبحانه وتعالى يقر يا أيها الذين آمنوا يعني يزو خان غنشين إنشين من يخسد أنق خسد أسنين أقان غذا غسي ضربه إليني ينغسي ضربه من زين غزو من تخسد أنق غسي ضربه نق وتجيبو إمجان باللعن وتجيبو رباري ساح وتجيبو يوري غفر لا خميتي النداء لأهل الإيمان يعني سي ضربي يحذج زين وتجي يحذج سي ضربه وحذج حد وإنما تتمازيخت هو وين سيدار بيوزو الزين غنكشن حشت ويخسن غتنق. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام سيدار بذنتين كتب وإني شكتب كتب عليكم وإني شكتب لكم كتب لكم إجن حشت الصباح كتب لكم الأجر كتب لكم الثواب كتبت لكم الحسنات كتبت لكم الريادة من سبحان قرس كتب لكم من إفسوس من دي جار رحمة من دي جليوس كتب لكم أو كتب لكم حشت خمي التاريخ قصح ليس المشقة إن صدر بكتب عليكم النير خاوم خمي التكسير خوة على القر أخمي تكسي عليكم أشنو أخمي ذا شي قاقي تزدغي قارش أقا قيخا كيجن نعب عمي قيخا كعب عمي الدور أقا قيخا قيدن خاكا بروسيا قيين خاك خاك يعني ذي جن مسؤولية خسا تتحمل بنادم يعني ذي جن تامارة قواد يعني ذي جن حش. فلذلك تفض ربي سبحانه وتعالى مرة الحشت ذي جا تامارة مرة الحشت ذي جا المشقة مرة الحشد دي تسن ليس شوية نقصح تخبن آدم يسير خص صدار بس كتب كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى كتب عليكم القتال وهو كره لكم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا يعني مالا الوصية لأن ليس تنعاشين قصحان كان عاشين قصحان خمس سنة ذي فقر عماوات فقنت عاشين. لذلك سيدار بينا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم سيزال مالدم زواء فمار الحشت ذي جاء تمارا السيور خص سيدار بس كتيبا كتيبا يا ثاني تا مشاء الحشت ذي جاء الرحمة الحشت ذي جاء بيخشص السيور سيدار كتب الله لأغلبن أنا ورسل ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها وكتب في قلوبهم الإيمان إلى آخره مرة رحشت ذي الجيار رحمة من كتب ينسبت صدار بغيخ فنس رحشت ذي الجتمارة وإني شا صدار بإن كتب ذي اللغة العربية كتب ذي اللغة العربية مش اسم قرسي محمد خمين ذا صنين كتب محمد رسالة نكس محمد ننقى كتب رسالة ذا اللغة العربية مش ذا سنقى نقارس كتب يسد مبني للمجهول ياك ولكن ذا قد صدر بالسور والصدر بذا سنين مبني للمجهول ما غا صدر بواثن السين سيدار بمجهول غانغشين وانسين بو سيدار بم إذن ويترقية. فلذلك العلماء النغي قارشة والدخمة غاسمة معامل مك القرآن أكوا ورن سيدار بقوة جيدة ورن حد الحد
قبل القرآن ونزم أخبي قصيدة ربي خلق الإنسان ضعيفا أقشر الدنيا تضعف من الموافق بربنا ذم يستور خصيدة ربي خلق وإني شخ ألقى خلق الإنسان هلوعا إذا مسه الخير ما شر جزوعا وإذا مسه الخير ما نوع خلق وثي خرقا خرقت ربي ومع ذلك جميع ذي استمارة ذي المشقة ذي جنس صفات يمكن وأن تكبر من أذن وتنسي بشاسي ضار بغيخ في النس فذاني العلماء نغي النشن وصل قابو مبني للمجهول وإنما انقرص مبني لما لم يسمى فاعله مبني لما لم يسمى فاعله الفاعل معروف ولكن صدار بوا يسمي شيخ في النس دي النوها أوان الأذان إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. إذن أعود أيها الأحباب ربي سبحانه وتعالى نمي أظم ذي استمارة أظم ذي المشقة توقع ذي رحلق الزجيف توقع ذي الجوع توقع ذي الرخوان توقع ذي المشقة الصيام ليس المشقة خصني هو نخص المشقة مقصودة ذيني فسيدة ربي وتينسي بشغاس مع أنه ويخان غفار ذن أظم سيدة ربي مين سيدة ربي ويني يا أيها الذين آمنوا كتب الله عليكم الصيام لأن ذي استمارة فمرة ذي القرآن من ذي جتمارة سيدار بيس سيورخس سكوتيبة مثلا نخولي قنا المهم إلى آخره لأن ذي اللغة العربية قنا اسم بني المجهول ولكن القرآن وانزمسني بني المجهول لأن سيدار بي معلوم سيدار بي سنيد فلذلك قال العلماء قارش مبني لما لم يسمى فاعله ما يميهم يسر ماذا يا نخ ربي سبحانه وتعالى يتعب يا نخ إجن طابيث صياغتنا القرآنية ذا الأساليب الأسلوب ونتجن ذا القرآن يؤدبنا به ربنا جل في علاه يؤدب أهل الإيمان ويؤدب أهل التوحيد ويؤدب المسلمين على أنه ما دام صيغ ربي جل في عليائه الحاجت ذي جاء تمارا الحاجت ذي جاء ممكن من هذا وتنسي بشيخ في النس فنشين ذي المعاملة نغك سيدار بيخ سوى نس بشي سيدار بيخ شن حشث تعفنت نغشن حشث والحريق نغشن حشث وابن آدم وتقبر هذا هو شغ مثال سيدنا إبراهيم عليه السلام من إن سيدنا إبراهيم الذي خلقني فهو يهدين زيد والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين الذي يطعمني نسبتي سيدي ربي الذي خلقني الخلق نسبتي سيدي ربي الإطعام نسبتي سيدي ربي فهو يسقين لما يوضغ المرض المرض لأنه يوضن وقبر المرض يتسجوه يقصح قبل أن تريد تهرج مرة تنخخور مرة مرة الناس مش يغن مذهر شيء قرش لا هذا شيء نشهرش ما قد يزرينش غوض بيبقى سيدي كنو غوض من غض حظم وذا شيء ننا سيدي هرشغ ما غوض يتريح غوض بيبقى وني هرشني انت تفذي يقجع إذان وغير زيت موار ما يمي طبع الإنسان ينفر من المرض وهذا يقبر لذلك سيدنا إبراهيم تأدو بنك سيدة ربي ينسب المرض غاس نتا وإذا مرضت نش مع أنه ودي سكن رهرش سيدة ربي ودي سكن أقنفو سيدة ربي النافع سيدة ربي الضار سيدة ربي واحد سيدة ربي تقنتي مسرينا مرة ولكن دي لدب زي المعاملة دي جلدة بك سيدة ربي وسنسببو تي مسرين يجن بن هذا مخيخ في النسوة انتي قبر قمر هني ذا سيبنا ذا مقال عقادة ما غسر ما كرخ ما منه شيء كني غلا تيشن يجن ذا سيني شن يجن قاز جمي ذا يزري ذا نت عقادة ينخ شن يشتن استينيا يثنو تنسني غي ثروس تنسني غي ثجاه نس أقن نغا مقال عقادة يذن قسن سغو خفي كيس غي قسيوز جيب مروا دكسية مجالة بس مروا يوقع مشبالة بس مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نمي غاز دوسين الأحنف بن قيس أو سهل بن حنيف ناس بدنا تغتسلني تسوجدنا يرحيج يوضى يزري في الجن الناس ما رأيته مثل جلد مخبأة مثل يرخان ترمشتغاك أكثر مش نتسريتي ذا سينا وش أنت يوضى السيدني وسين تغنى بسعص الماء الزري يا رسول الله
سهل بن حنيف قيوضة أول رمز زواد سنين النبي صلى الله عليه وسلم الناس هل تتهمون فيه من أحد تهم من ذي شحد إقاس خس شن الجن إن ناس فران قات وغيزر تغتسلها من سنة من سنة يروح غاس النبي صلى الله عليه وسلم الناس على ما يقتل أحدكم أخاه ميخنقم الجن ونظني لأن العين حق إن النبي صلى الله عليه وسلم إن العين لا تدخل الجمل القدرة والرجل القبر العين تسيد فارغة الطنجة تسيد في بنادم ينظر قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الناس على ما يقتل أحدكم أخاه ألا إذا رأيت من أخيك ما يسرك بركت ما غزاد دقماش نخش ما غزاد دقتمام نخ ما غزاد شن حاجة عجبة إني ما شاء الله إني تبارك الله إني قبل البركة إني اللهم بارك واخا بنادم خر حاجة الناس انت وخدمو بين الناس وخدميس وخدي الجيس وخدم غاه الناس وخا وندي سورة الكهف من أسير فلولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله وني عقا يخنق العلماء إن شي عقا في أرمان الناس يعقاريت انت يعقاريت ما أظن أن تبيد هذه أبدا ثامر خيرا وقرا غاري جنع ما صديق ذا يقاسي تقفن سنين وشهر وحكمر تتصور كذي فلذلك أيها الأحباب أكرب بسبح وين جارنا ونقبر ذا نغيني شحد قشك السبب ندير شينو فتأدبا مع الله عز وجل سيدنا إبراهيم الناس وإذا مرضت وخش كسيدار بدي السكن ندير مش نش السبب الناس أن الشير وحن بالدرغار رضر كازي يازم هو التازم يكي وسمي أن الشير وحن بالدغذي فوشت أرمي ذي فوش أن الشيء السبب وإذا مرضت فهو يشفين سيدنا إبراهيم ها نعذو سيدنا أيوب سيدنا أيوب رب إني مسني الضر للآية نغني مسني الشيطان بنصب وعذاب أيوب عليه السلام مرر محاين خسيكين سنوات ومع ذلك تأدوبا مع الله عز وجل يوجد وذا سين يا رب يا قاسر هرش نبيد سكر لا 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 نسب الضر إلى المس ونسبه إلى الشيطان تأدبا مع الله عز وجل لا داب لا دابك ربي سبحانه وتعالى زار الخضر عليه السلام الخضر عليه السلام نيمي يكسي فغ موسى عليه السلام نيمي كيس غي فغ وقعت شن الأحداث ذو الجبريل يعز السفينة ينغل غلام ابن الجدار إلى آخره السفينة أغربني من خسينا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر زيد فأردت أن أعيبها فأردت نسبها إلى نفسه مع أنه ذي يجير نني أمي ابن الصالح الذين كنزاد النس من إنا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة ذي هذه النس فأراد ربك إن يميثنا متليس تعزيز ذيس رعيب ذيس إن سبتي يخفنس لا دابك سيدا ربي فأردت مع أنه ذي قنقا من إنا ذي قنقا مار النس وما فعلته عن أمري قمار من زريد يا موسى وشيء يوم عريز السيدة ربيع يزد الوحي من قبل الله عز وجل مار من زريد ومع ذلك تازه النغار ويقنت غاسنت فأردت أن أعيبها نش تأدبا مع الله عز وجل هذا من رجل حاشة المغنية الجنون يمسرمن الجنون يمسرمن شيوان فهم من خازي شيء يوذن خازي شيء يمسرمن النغ هذه هي نميمة دي سورة الجن من سنة وإن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فيما يستمع إلى أن يجد له شهاب الرصد وإنا لا ندري زيد أشر نريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا نمي السيور نخ الرشد السيور نخ خطبات السيور نخ مني سبحان نسبنتي سيدة ربي نمي السيور نخ الشر وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض واتنسي من شيء سيدة ربي مع أن السيدار بيجن متصرف ذي الكون يكمر ما يمي لا دابك السيدار بي لا دابك السيدار بي واه مي خصغ ذو مني مي مي ذو مني غاقى ربعاتنا الجنون يمسر من خازي زي ربعاتنا يمسر من نغنى لأن غانا غشين يمسر من ربعاتنا يمسر من يقارش أيو جيري ترون أبي عن ليس ما وهني غلا سيدي الحجم القراوير أني غلا أيو جيري ترون أبي عن ليس
نتسن ما ورا من دايس نغلا قنتي اسمه نظيم غارين كتا ايوا ايو جيري ترو ربي يعني تما سيدار ربي حقاري سيدار بنتي تورد شك تورد يجني ترو يوزدو نغني يعني يسعد يجني ترو يوزدو نغني تكما رخاس مين اسغنيني نتهم الله عز وجل بالظلم زيد تورد سيدار ربي تشيبوني ونو غاتجيبو ثغماس يتشتي خرازيني ونو غاتجيبو يمجان خزاي مين نسبي سيدار ربي خزا مع انه تمسرين تستحيل في حق الله عز وجل بينما الأنبياء والصالحون كانوا يتأدبون مع الله عز وجل حتى تمسرين جن الأصل أنها من فعل الله عز وجل ومع ذلك يتأدبون معه تأدبنا كسيدار به وذا استنسفن شاء وتتقنن شاء كسيدار به فلذلك أيها الأحباب خمين الغنسر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام الصيام فيه مشقة ومع ذلك لم ينسبه الله عز وجل إلى نفسه وإنما تحدث عنه بصيغة بناها في اللغة العربية للمجهول لكن الله عز وجل معلوم وليس مجهول وإنما هي مبني لما لم يسمى فاعله عقرب خواورة مبني لما لم يسمى فاعله ما يمي لأن ذي سويتنا المشقة فكذلك نشينات ادبك ذرب سبحانه وتعالى هم مرنوز دغيو ذنغا غثني ذا شي قانوا ايوا الحجاب ما يمي ايوا الصلاة ما يمي ايوا الصحابة قخذ عن النبي ايوا اقا أمنا عائشة قد اقا من خسننا من قد سيدة ربي يبرئها من فوق سبع سماوات نهنس خارقا أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها يعني يردون كلامه كلام الله عز وجل فلذلك أيها الأحباب واخصب وخوم طولا ما أحوجنا إلى أن نتأدب مع ربنا لذلك غير واحد من العلماء كارهوا تلك الصيغة التي يرددها كثير من الناس قرش والحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه يعني تيجي العدد العلماء إن شاء الله وراء وثقة ممن نجن الذي اثنين تمسرين أولا تنسب المكروه إلى الله وهذا ينافي الأدب مع الله عز وجل الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه لا تنسب المكروه الشيء الذي تكرهه إلى الله عز وجل وهذا ينافي الأدب مع الله عز وجل زيد واثنين كأنك لم تحمد الله عز وجل على ما أرسله إليك من بلاء يعني من دي هوان زي الخصدار بين البلاء ذو المصيبة نغشا الحاجة وتقبير غشاخت فلذلك الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه المكروه مكروه سواه ذن يتغير واحد من أهل العلم قرشا ورواح نقاشا لأنه ذيس ينافي الأدب مع الله عز وجل